يقول السائل: أحسن الله إليكم، يقول: جئت إلى مكة وأديت عمرة، وأريد أن أؤدي عمرة أخرى لأحد أقاربي، هل يجوز لي ذلك؟ يجوز ذلك، يجوز تكرار العمرة لا مانع، ولكن الأفضل أن تبقى في المسجد الحرام للطواف والصلاة والاعتكاف، الصلوات الخمس، هذا أفضل من العمرة. بقاؤك في المسجد الحرام هذا أفضل من الخروج للعمرة، وإلا الجواز جائز.